السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب في كل مكان وفي كل زمان، نلتقي بكم اليوم في محاضرة خاصة تخص حدث يحدث في العالم كل عام، وهو ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وكيف نتعامل معه من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الفقهية إلى آخره. وأتمنى لكم تكونوا في الأماكن اللي أنتم فيها لا تعانوا من الكورونا كما نعاني منها. فكما تعرفون أنه منذ الأمس أو أول أمس، منذ يوم الأحد، وأصبحت بريطانيا تعتبر مكان موبوء للهجمة الجديدة من اللي هو الجيل الجديد من أجيال فيروس كورونا. وإن شاء الله تكون بخير، تنتهي الأمور على خير ما يرام، وتيجي سنة 2021 يكون خير وبركة ويوم علينا كلنا إن شاء الله، وينتهي الكورونا والألم بتاعت الكورونا اللي احنا بنعاني منها الآن. هذا هو فهرس المحاضرة اللي هنتكلم عنها، وهو في حوالي 12 نقطة. المقدمة، ومن هو عيسى ابن مريم عليه السلام عليهما السلام، ومن هي السيدة مريم العذراء عليهما السلام وعليها السلام، ومن هي والدة السيدة مريم العذراء عليها السلام، وما هي رسالة المسيح عيسى ابن مريم العذراء عليهما السلام، وما العلاقة بين رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام والرسائل الأخرى التي نقلها الأنبياء الآخرون إلى عليهم السلام، وهل نستطيع أن نتبع رسالة عيسى ابن مريم عليها السلام وعليه السلام ونحن مسلمين ونحن مسلمون؟ هل يمكن الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في يوم 25 ديسمبر أو 7 يناير؟ متى يصبح هذه الاحتفالات الدينية حرام؟ متى تصبح هذه الاحتفالات الدينية حرام؟ من هم الأنبياء الذين التقى بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة أثناء المعراج؟ كيف يتم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام في أوروبا وأمريكا؟ والخاتمة، ونبدأ معكم على بركة الله في أول نقطة من هذه النقاط. المقدمة بتاعتنا بتتكلم عن هل الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية مسموح به أو لا. بالنسبة للفقه الإسلامي في مدرستين، مدرسة تبيح هذا وليها علماءها وليها عذرها إلى آخره، وأنا مش هدخل في التفاصيل، ومدرسة تحرم، ومدرسة تحرم هذا الأمر. إحنا، أنا شخصيا من الناس اللي بأذهب للمدرسة التي تبيح وتسمح في حدود الشرع، بما معنى إذا كان يمكن السماح، إذا كان هذا سيسلط الضوء على القيم الأخلاقية وتعليم الدين، سواء كان الدين مسيحي أو مسلم أو يهودي أو إلى آخره، ويذكرنا بالقدوات الحسنة الذين بذلوا حياتهم لنشر رسالة مثل هذه الأديان. لو كانت الاحتفالات اللي احنا بنعملها سواء كان في الشوارع أو في التلفزيونات أو في السينما أو في المسارح أو إلى آخره، بتؤدي إلى أننا تسلط الضوء على القيم الأخلاقية لتعاليم الأديان وتذكر الناس بالقدوات الحسنة اللي هي أفنت حياتها أو بذل حياتهم نشر رسالات هذه، فهذا يعتبر جائز كما قال جمهور العلماء الذين أباحوا الاحتفالات الدينية. من هو عيسى بن مريم؟ طبعا كلنا احنا عارفين عيسى بن مريم، وساعات واحنا صغيرين كنا بنغلط شوية، ولما نقول يعني ايه في بني إسرائيل وما كناش عارفين انهم كلهم أنبياء، فكنا من تربيتنا الخاطئة في بعض الأحيان يعني نتحدث بشيء سيء عن أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام إلى آخره. المسيح عيسى ابن مريم هو شخصية رئيسية في الإسلام، مش فقط عند المسيحيين، في الإسلام شخصية رئيسية في الإسلام، أوكي؟ ويعتبر عليه السلام رسول أرسله الله سبحانه وتعالى ليهدي ويرشد بني إسرائيل الضالين، وأنزل معه كتاب مقدس هو الإنجيل، وهو سيدنا عيسى أيضا هو من خمسة أولي العزم الرسل، اللي هو سيدنا إبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى، من خمسة أولي العزم الرسل. وإيماننا احنا بالمسيح عليه السلام هو مطلب إسلامي، مش فقط مطلب إسلامي، هو جزء من العقيدة الإسلامية. لا نستطيع أن نكون مسلمين إن أنكرنا المسيح والإيمان بالمسيح والسيدة مريم عليهما السلام. وذكر المسيح عليه السلام في القرآن 25 مرة، أكثر مما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر سيدنا موسى أكثر من هذا
بمرات ومرات ومرات، ويؤكد أن المسيح كان إنسانا بشرا مثل جميع الأنبياء الآخرين الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده، والذين جاءوا من بعده فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله، سيدنا عيسى مثل عند الله كمثل آدم، ربنا خلق آدم من تراب. إيش فرق بين الاثنين؟ وقال له كن فيكون، يعني من التراب قال لسيدنا آدم كن فكان، فنفخ فيها من روح، نفخنا فيها من روحنا السيدة مريم عليه السلام البتول العذراء، فأتيت فحملت في سيدنا عيسى من روح الله سبحانه وتعالى. يبقى هو بمنتهى البساطة كده هو بشر كمثلنا. نعرف برضك على لسان سيدنا عيسى من هو المسيح عيسى بن مريم العذراء عليه السلام. سيدنا عيسى وجعلني مباركا، يعني هو من خصائص شخصية عيسى عليه السلام أنه مبارك. ما كنت حيثما كنت وأينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مبارك، وأوصاه ربه بالصلاة وأوصاه بالزكاة. النقطة الرابعة في شخصية سيدنا عيسى، وبرا بوالدتي، يعني يبر بوالدتي ويكون محسنا إليها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يكن شقيا أو جبار عليه السلام سيدنا عيسى. يبقى هو مبارك وأوصى بالصلاة والزكاة وبرا بوالدته، والسلام علي، سلام عليك سيدنا عيسى عليك السلام، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، هو ده عيسى ابن مريم في شخصيته عليه السلام وفي الخصائص شخصيته عليه السلام، وكيف كان يتعامل مع أم مريم العذراء عليه السلام. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يختلفون يمترون، دي سورة مريم 31-33. وأيضا في سورة آل عمران مرة ثانية 48-50 ورسولا إلى بني إسرائيل، وفي نفس الوقت أنا رسول إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. إيه معجزات سيدنا عيسى؟ هنقولها في الآية اللي موجودة دلوقتي. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق من الطين، من الطين يخلق كهيئة الطير. بإيه؟ بإذن ربي، بإذن ربي. أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص، ويعطي ربنا يجعله على يده الشفاء وإحياء الموتى بإذن الله أيضا. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ونبئكم ما تكرون وتدخلون في بيوتكم، كل ذلك بإذن الله. يعرف اللي عندنا في بيوتنا واللي بنأكله بإذن الله. كل هذه المعلومات إنما أعطيت للمسيح عليه السلام كمعجزة من معجزاته بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية، دي آية ليكم إن كنتم مؤمنين، لأن بس الآية المشيئة فيها لله سبحانه وتعالى. ثم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني هو رسالته هي مكملة رسالة سيدنا موسى عليه السلام. وليحل لكم لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليك، حيحلل لهم بعض الأشياء اللي حرمت عليهم من قبل كده، يعني كان هم حرمت عليهم أشياء قبل كده فهو حيحللها لهم. وجئتكم بآية من ربكم، وجئتكم بآية أخرى من ربكم فاتقوا الله. هذا هو عيسى ابن مريم عليه السلام بمعجزاته وبمشيئة الله التي خلقه التي أعطاه إياه. إن الله يختم الآية اللي هي 52 ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ده اللي هو الشخصية سيدنا عيسى عليه السلام ورسالة سيدنا عيسى عليه السلام وكينونة سيدنا عيسى عليه السلام والمعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى عليه السلام. سيدة مريم، من هي مريم العذراء البتول؟ هي امرأة، كانت مريم عليه السلام امرأة من آل عمران، هي من آل عمران، من آل عمران، وآل عمران من بني إسرائيل، والمسيح هي وأما للمسيح، يعني هي طبعا عارفين أنها أم المسيح ولم تتزوج أحد وفقا للإنجيل والقرآن. وغالبا ما يشار إليها بأكثر من وصف، لأنها فيها صفات جميلة 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 جميلة. أول حاجة هي سيدتنا Our Lady،
تاني حاجة هي الصديقة، الصديقة مريم، الصديقة الصدوقة، لأنها تؤكد الحقائق دائما وتؤمن بصدق تام بالله سبحانه وتعالى ورسالته. ولها صفة أخرى أنها قنيتة، كانت تقنط لله سبحانه وتعالى. والقنوت يدل على الخضوع الدائم التام لله والخشوع في الصلاة والدعاء في الإسلام، وهي أيضا طاهرة لأنها لم يمسها الشيطان قط، لم يمسها الشيطان قط، لم يمسها الشيطان قط. يبقى هي سيدتنا وهي صديقة وهي قنيطة وهي طاهرة. هذا إيماننا بسيدتنا مريم عليه السلام، أحدى أعظم أربعة نساء في العالم، اللي هي السيدة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا، آسيا بنت مزاحم اللي هي زوجة سيدنا موسى عليه السلام، اللي هم أعظم نساء العالم، أعظم نساء العالم، منهم مريم ابنة عمران عليه السلام. في القرآن من هي مريم في القرآن؟ إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران اللي هي إيه؟ أم مريم. إني نظرت لك ما في بطني محررا، يعني وهي كانت حامل في السيدة مريم نظرت لي في بطنها، كانت تتمنى أن يكون طفل ذكر. محررا فتقبل مني إنك أنت يا ربي أنا حامل الآن، اللي هي أم مريم اللي هي السيدة حنة المكتوبة في الكتب القديمة، ولكنها لم تذكر يذكر اسمها في القرآن، اسمها حنة أم مريم، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها لما خلفت السيدة مريم طبعا قالت ربي ربي إني وضعتها إيه؟ أنثى، يعني هي أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، أنا سميتها مريم. فدعت لله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة إيه؟ أن يحميها هي وذريتها من من؟ من الشيطان الرجيم. فلم يمسها الشيطان ولم يمس ذريتها اللي هو سيدنا عيسى فقط الشيطان مطلقا، لا هي مسها الشيطان ولا ابنها المسيح عليه السلام مساه الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أم مريم فتقبلها ربها بقبول حسن، وكفلها زكريا بقبول حسن، بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسن، مش فقط يعني قبول حسن، وأنبتها نباتا حسن، يعني هو كان يراعي إنبات والقوامة على السيدة مريم عليه السلام وهي في بيت زكريا. وكفلها زكريا عليه السلام، وكلما دخل عليها زكريا المحراب، كل سيدنا زكريا عليه السلام كان في قرابة بينه وبين السيدة إيه؟ مريم والمسيح عليهم السلام أجمعين. كلما دخل على المحراب وجد عندها رزق، لأنها كانت تتبتل وتتعبد وتقنط لله سبحانه وتعالى، قائمة صائمة لا تنقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فكان الذي يرزقها سبحانه وتعالى الله الله الله, الله. وحينما كان يدخل عليها زكريا كان يجد عندها فاكهة أو أطعمة الشتاء في الصيف وأطعمة الصيف كما يقال في الكتب القديمة إن شاء الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي سيدتنا البتول مريم عليها السلام، أم عيسى ابن مريم العذراء. من هي أم مريم؟ اسمها مش مكتوب في القرآن، لكن مكتوب في الكتب القديمة، وكان اسمها بالإنجليزي سانت آن، يعني قديسة آن. أما في اللغة العربية اسمها حنة وفقا للتقاليد المسيحية والإسلامية، لكنها لم تذكر في القرآن كاسم، لكن ذكرت أم مريم، لكن لم تذكر باسمها الحقيقي إنها حنة أو آن باللغة الإنجليزية. ما هي رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ما هي الرسالة بتاعته صلى الله عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا عيسى إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، لأنه كان معه الإنجيل كرسالة كتب سماوي، وكانت رسالته قائمة على توحيد الله وخصوصية الألوهية والإله، يعني التوحيد لا تختلف كثيرا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء والرسل، وداعيا بني إسرائيل لعبادة الله وحده، داعيا بني إسرائيل لعبادة الله وحده، وطالبا منهم الإيمان بأنه عبد، يعني رغما عن
كل المعجزات التي أتى بها المسيح عليه السلام من شفاء الأطمة والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله إلى آخره إلى آخره. لكن هو كان بيركز في رسالته أنه عبد لله من البشر، فهو رسول من البشر صلى الله عليه وسلم، وكانت نبوة عيسى عليه السلام مكملة لنبوة موسى من قبله، أو ممهدة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. وده في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، يكلم مين في سورة الصف؟ إني رسول الله إليكم، أنا جاي لكم من عند ربنا سبحانه وتعالى كرسول، كرسول، كرسول بشر، مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي هو كتب الكتب الكتاب السماوي الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. يعني بقول لكم إن في خاتم الأنبياء سيأتي رسول آخر اسمه أحمد له محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبيانات قالوا كذب كل الأقوام إنهم يكذبوا الأنبياء، فبنو إسرائيل قالوا عنه يعني هذا سحر مبين، يعني ما كانوا بيرفضوا الرسالة بتاعته عليه السلام. دي رسالة المسيح. أيضا رسالة المسيح قائمة على 7 أو 8 نقاط اللي أنا هذكرهم الآن، وأنا ذكرت بعضهم قبل كده. أولا هو رسول إلى بني إسرائيل وليس للعالمين، كما قيل في محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رسول إلى بني إسرائيل، وفي الإنجيل إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، حتى مش لكل بني إسرائيل لكن لخراف بني إسرائيل الضالة. ودعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من الشرك عليه السلام، وبين لهم أن الجنة محرمة على المشركين. هكذا كان يتعامل مع بني إسرائيل. وجاء المصدق لما بين يديه من التوراة، وأتاه الله الإنجيل عليه السلام وفيه الهدى والنور والحكمة، الهدى والنور والحكمة. وأتاه الله البينات على صدقه وأيده بروح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وبين لبني إسرائيل بعض الذي اختلف فيه من قبل. كان دائما بيجادلوا مع كل الأنبياء، ليس موسى فقط وليس زكريا ويحيى و عبد الله اللي هو سيدنا إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام إلى آخره إلى آخره. وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم كما ذكر في الآية، وبشر إيه برسول من بعده يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. دي رسالة سيدنا عيسى بنتكلم عنها، أم سيدنا عيسى، جدة سيدنا عيسى إلى آخره. ما العلاقة بين رسالة سيدنا عيسى والرسائل الأخرى؟ الأنبياء في الإسلام هم أفراد بشر، منهم أنبياء لم يعطوا رسالة فيسموا رسل، ومنهم رسل وأنبياء أعطوا رسالة سمي رسل في بعض، سموا رسل في بعض. ومن الرسل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا زكريا عليه السلام إلى آخر، طبعا سيدنا موسى عليه السلام. وهم أفراد أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى مجتمعات مختلفة ليكونوا أمثلة على السلوك البشري المثالي، هم قدوات حسنة للبشرية كلها، ولنشر رسالة الله على الأرض. ويصنف بعض الأنبياء على أنهم رسل زي ما احنا قلنا قبل كده، وهم من ينقلون الوحي الإلهي في رسالة معينة، ومعظمهم من خلال وحي كملك. وأعتقد المسلمون أن عديد من الأنبياء كانوا موجودين في ذلك الوقت، يعني يقال والله أعلم على الرقم الحقيقي لعدد الأنبياء الذين أرسلوا، يقال أنهم أكثر من 125 ألف نبي، لكن المذكورين منهم في القرآن حوالي 25 نبي ورسول. ويقول القرآن الكريم في هذا الأمر لكي يؤكد أن الأنبياء لم يكونوا قلة ولكنهم كانوا كثرة، ولكل أمة رسول، يعني في كل أمة ربنا بعث لهم رسول، فمنهم من وصلتنا أخباره، ومنهم من لم تصلنا أخباره، منهم من وصلتنا أخباره، ومنهم من لم تصلنا أخباره.
ولكل أمة، لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بالأمر قسط. يعني هو بيجي عشان يحقق العدل والمساواة والحريات والعدالة الاجتماعية إلى آخره، وهم لا يظلمون. والإيمان، نحن كمسلمين إيماننا بكل هؤلاء الأنبياء هو جزء راسخ من عقيدتنا الإسلامية. هل نستطيع أن نتبع رسالة عيسى عليه ابن مريم عليه السلام عليهما السلام؟ نعم، يمكننا أن نتبع القواسم المشتركة بين تعليم المسيح سيد المسيح عليه السلام والأنبياء الذين جاءوا من قبله وبعده، بعده اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قبله كل الأنبياء الأخرى اشتركوا في كثير من هذه القواسم التي تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني كلهم أتوا من مصدر واحد، مصدر الربوبية، مصدر الألوهية. هل يمكننا، هذا السؤال اللي هي الثامن، هل يمكننا الاحتفال ب عيد ميلاد المسيح سواء كان في 25 ديسمبر كما تتفق فيه الكنائس الغربية أم في 7 ديسمبر كما تتفق فيه الكنائس الشرقية؟ احنا مش بنتكلم عن اليوم دلوقتي، احنا هنختلف سيدنا عيسى ولد في 25 ديسمبر او ولد في 7 ديسمبر، ابدا، نحن هنحتفل كمسلمين برسالة وبعثة سيدنا عيسى عليه السلام، انها الرسالة التي جاء بها المسيح عليه السلام والتي نقدرها احتراما واجلالا لتفانيه من اجل انقاذ البشرية. نحن نحتفل بالمسيح برسالة المسيح عليه السلام، وتأتي تعاليم المسيح من نفس مصدر الذي تأتي منه تعاليم الإسلام أو تعاليم النصرانية، تأتي من نفس مصدر التعاليم التي أتت برسالة الإسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا نحن كمسلمين أن نحتفل بمثل هذه التعاليم، بمثل هذه التعاليم، بمثل هذه التعاليم، التعاليم، تعاليم الرسالة، ليس في كل عام مرة واحدة، ولا في كل يوم مرة واحدة، ولا في كل ساعة مرة واحدة، ولكن في كل دقيقة وفي كل ثانية، لأن تعاليم المسيح التي أتى بها عليه السلام لا تختلف تماما عن التعاليم التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. متى يصبح الاحتفال بالأديان مكروه أو حرام؟ طبعا زي ما احنا شايفين دي، وللأسف اللي أذكرها أنا في بعض الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف، نجد الرأس والزحام واختلاط النساء بالرجال، وفي بعض الناس يعني حتى بيلعبوا القمار أو يشربوا كحوليات أو يشربوا حشيش أو أي حاجة تانية هم قاعدين كده، وأصبح العملية مش عملية زي ما احنا قلنا في الأول. لو احنا فاكرين في أول شريحة احنا قلنا إن في بعض الأئمة، قالوا إيه؟ قالوا يمكن السماح إذا كان السماح بالاحتفالات إذا كان هذا سيسلط الضوء على القيم الأخلاقية لتعاليم الدين ويذكر الناس بالقدوات الحسنة الذين بذلوا حياتهم لنشر رسالة مثل هذه الأديان. ده إذا كان هذا، أما إذا كانت الصور اللي احنا بنشوفها هنا وهناك خاصة في أعياد، في عيد ميلاد في المولد النبوي الشريف أو في أعياد اللي هو الموالد لبعض التابعين وتابع التابعين في أماكن مختلفة كهذا، فهذه تكون أقرب للحرمانية منها إلى الحل يعني، وأقرب للكراهية، لأن هنا لا نعرف من يمشي وما يفعل وتسرق الأموال إلى آخره إلى آخره. لذلك أنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم إذا كان في قوانين وسياسات للاحتفال أهلا وسهلا بها، ولكن إن لم يكن وأصبحت كهذا فنحن لا نجيز، العلماء لم يجيزوها، وطبعا أنا أمشي على رأي جمهور العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة
إلى المسجد الأقصى، ثم المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى إلى الجنة في المعراج، عد والتقى بثمان رسل وأنبياء. فكان في السماء الأولى آدم عليه السلام، أنا مش هخش في تفاصيل ما الحوارات الدارت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء. في السماء الأولى كان آدم عليه السلام، في السماء الثانية كان عيسى ويحيى عليهم السلام، في السماء الثالثة كان يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة كان إدريس عليه السلام، في السماء الخامسة كان هارون عليه السلام، في السماء السادسة كان موسى عليه السلام، في السماء السابعة كان إبراهيم عليه السلام. التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إمامته لهم جميعا يدل على الوحدانية، وعلى وحدانية الربوبية والألوهية والرسالة. أنا بس بذكرها هنا ليه؟ طبعا أنا ببص الصورتين دول عشان أذكر بعض المشاهدين من الشباب إن هو كيف ربنا سبحانه وتعالى أعطى المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام إنه يضرب بعصاه البحر فينفلق زي ما أنتم شايفين في الصورة السفلى، أو في الصورة العليا اللي هو حينما صنع سيدنا نوح المركب وأخذ فيها من كل زوجين اثنين. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء احنا بنتكلم على وحدة الألوهية ووحدة الربوبية ووحدة مصدر الرسالة التي أتى بها كل الأنبياء والرسل أجمعين منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نتكلم بقى في نقطة الخلافية، وإحنا عايشين هنا في الغرب مش عايشين في الشرق. أنا شخصيا أحد الناس اللي عايش هنا بقالي حوالي 43 سنة. حينما جئت المملكة المتحدة وجدت هذه الاحتفاليات زي ما احنا شايفينها، ان هو كان الكريسماس او اللي هو عيد ميلاد مجيد هنا ليه ست مظاهر او ظواهر. اولهما اللي هو سانتا كلوز او اللي بنسميه فاذر كريسماس او بابا نويل. تاني حاجه اللي هو الاكل الديك الرومي اللي انتم شايفينه هنا، يعني ان شاء الله احنا بناكله بس مش في الكريسماس، ناكله في كل يوم في ايام مختلفه في السنه. ثالث حاجة كانت النبيت الأحمر، واللي يعتقد أنه كان في أحد الأفراح لفقير من بني إسرائيل، يقال هذا وأنا لا أؤمن به أنه سيدنا عيسى حول المياه إلى النبيت أحمر. والاستمتاع بالثلج زي ما أنتم شايفين أنه الثلج اللي موجود أمامنا، وفي نفس الوقت العبادة، ذهاب الكنيسة زي ما احنا شايفين، أعتقد دي أحد الكنائس الأرثوذكسية، وقد تكون دي الله أعلم، الله أعلم تكون في مصر. والأخيرة اللي هي زيارة الأهل والأقارب وتقديم الهدايا لهم. فهو عيد ديني وعيد اجتماعي وعيد مجتمعي في نفس الوقت يعني. فده كذا كان يحتفل الناس. طبعا كل شيء في هذه الأشياء جائز إلا الشيء بتاع اللي هو الخمرة والنبيت والحاجات دي كلها. طبعا إحنا كمسلمين محرم علينا هذه، لكن كل إنسان يذهب للمسجد ليعبد الله سبحانه وتعالى، أو يذهب يتزاور مع أهله في أيام الأعياد، أو يعتم الهدايا إلى آخره، أو يفرح الأطفال بشخصية كرتونية أو شخصية خيالية اسمها بابا نويل أو سانتا كلوز إلى آخره، دي ما فيش مشكلة أبدا فيها. طبعا بالنسبة لبابا نويل حصل عليه خلاف كبير جدا. طبعا بابا نويل ده أو سانتا كريسماس أو سانتا كلوز، سوري مش سانتا كريسماس، هو فاذر كريسماس، هو كان قديس اسمه القديس نيكولاس، وكان موجود في مدينة اسمها باترا، ودي كانت موجودة في المنطقة اللي فيها تركيا حاليا، ما كانتش اسمها تركيا عشان الناس ما تختلفش، في الوقت ده ما كانتش اسمها تركيا وللأسف يعني في الوقت ده. كانت على الساحل الغربي الجنوبي لتركيا الحالية، وولد ما بين عامين 260 إلى 280. وكان اللبس اللي لبسه الاساسي ما كانش احمر، كان بني، ثم تحول الى اخضر، ثم شركه كوكاكولا اعتقد حولته للون الاحمر اللي انتم شايفينه هنا اهو. فاللون ده هو ده شركه كوكاكولا اللي حولته من كان اصلا بني وتحول الى اخضر وبعد كده اصبح ايه احمر وهكذا يعني. هذا بالنسبه لسانتا كروز. طيب برضك نكمل كيف نحتفل بميلاد المسيح عليه السلام؟ ومن هنا بنسأل نفسنا، هل من الحرام أن يكون هناك شخصية، إحنا بنعمل شخصية تجلب الفرح للأطفال خلال احتفالاتهم الدينية أم لا؟ يعني مثلا
الإخواننا المسيحيين أو النصارى طلعوا ابتدعوا شخصية الفازر كريسماس، يعني بابا نويل أو اللي هو سانتا كلوز. ولكن أنا شخصيا أعتقد أن من حق كل أهل دين أو طائفة أنهم يعملوا شخصية كرتونية بهلوانية إلى آخره، عشان تدخل الفرح والسرور لقلب الأطفال اللي هم بيبتهجوا بالعيد بتاعهم. سواء كان مثلا الشخصيات اللي أنا حاططها دي كلها موجودة، السندباد البحري وموجود علاء الدين وموجود شخصيات أخرى، فليه إحنا ما نعملش شخصية وطنية تجلب الفرح والبهجة على صدور الأطفال في نفس الوقت، زي المهرجون والدمى والشخصيات الكرتونية، زي يمكنهم أن يجلبوا الفرح والابتسامات على وجوه الأطفال الصغار، وترجموا القيمة الأخلاقية لهذا الدين إلى أفعال مجتمعية. دي بتحصل فيه اجتهادات، في ناس ما بتجتهدش، هم أحرار. لكن بالتالي إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم هل ده يجوز أم لا إن نيجي حد كده، يعني زي ما شركة والت ديزني طلعت الشخصيات الكرتونية زي القط والفار اللي هو توم اند جيري وأشياء كتيرة جدا، وبينك بانثر اللي هو الحيوان البامبي اللي بيتكلم عنه ده، إلى آخره يعني، إلى آخره إلى آخره يعني. فهل دي مباحة من إدخال السرور ليس لها أي شيء بالعقيدة ولكنها تدخل السرور؟ يعني مثلا إحنا حاليا لقينا إن يعني مسلسل سيسمي عمل شخصيات ذهبت لتدخل البهجة والسرور على الأطفال المسلمين من أبناء الروهينجا اللاجئين الروهينجيين اللي موجودين في بنجلاديش. فده اللي احنا نتكلم عليه إن شاء الله. الخاتمة، أنا ليه بقول الكلام ده كله النهاردة يوم 23 ديسمبر إن شاء الله؟ لأن في بعض الناس ممن يدعون الفقه والمعرفة والدعوة يفخذون فتاوى ما أنزل الله من سلطان، ونحن الآن نعيش داخل مناخ مجتمعي موبوء. المناخ اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مناخ مجتمعي موبوء بأمراض عديدة 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 عديدة. هدف هذه الأمراض الأساسي أول حاجة إضعاف الدول، دي نمرة واحد. نمرة حاجة نشر الإشاعات والأكاذيب. نمرة ثلاثة ظهور دعاة أو مصلحين جدد يغيرون من مبادئ الأديان وقيمها ويبرزون قيما جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. نمرة أربعة ازدياد الصراعات المسلحة بين داخل الوطن أو بين الدول وبعضها البعض. نمرة خمسة أو خمسة تقسيم الأوطان. ستة شرذمة وتشتيت المجتمعات والأسر. سبعة تغيير الخرائط المجتمعية الجغرافية للدول والأوطان. ثمانية ازدياد المعاناة لأبناء البشرية في ظل المعاناة من الفقر والجوع والمرض والحمان. ده المناخ اللي احنا عايشين فيه. طبعا بعد الصور اللي امامنا دي كلها، الصوره اللي على الشمال دي لصوره اخواننا الازيديين اللي موجودين في سنجار في العراق، واللي فعلت بيهم داعش الافاعيل والعياذ بالله في نسائهم وفي رجالهم. والصوره اللي في النص لطفله تركيه سوريه موجوده في ادلب. والصوره اللي على اليمين دي الفيضانات اللي موجوده في الكونغو، كان موجوده السنه دي والسنه اللي فاتت، ها، واللي ادت لدمار الكثير، والكونغو تصرخ 24 ساعه كل يوم. والصور اللي امامنا دي ايضا بتمثل هذه المعاناه مره اخرى، اللي بيقول اللي بتاتي نتيجه تقسيم المجتمعات. اللي على اليمين صوره اليوغور في الصين، اللي في الوسط صوره الاطفال في غزه، اللي على الشمال صوره لاجئ الروهينجا. وهنا بنتكلم ان هذا التقسيم وهذه الشرذمه وهذه هذا التشتيت من اجل سرقه مقدرات الشعوب الغافله. وفي ذلك الوقت ينبري بعض ادعياء الدين ليحرموا حلالا ويحللوا حراما وفق الاهواء السياسيه لحكام هذه الدول. وهذه كثيرا ما رايناها حديثا لدى بعض الدول التي كان ادعياء الدين فيها يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهم الان يبتهجون فرحا بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. ونقول لهؤلاء جميعا لن نسمح لكم ولا لآرائكم ولا أهوائكم بأن تكونوا قادرين على تقسيم أوطاننا وشرذمة مجتمعاتنا مرة أخرى، لأننا عشنا منذ مئات السنين، عشنا
مسلمين ومسيحيين ويهود إلى آخره، منذ مئات السنين متحابين متزاورين متآلفين متناسبين ومدافعين عن لحمة وكينونة الوطن الواحد، فلن نترك الخلافات التي تثيرنا فرصة في تمزيق مجتمعاتنا التي عشنا فيها منذ قرون. احنا بنتكلم عن الهدف من هذه الخلافات انما هي تمزيق المجتمعات لسرقة مقدرات الشعوب. دائما انا اتكلمت في الدول اللي انا ذكرت فيهم او الشعوب اللي هي مذكورة وامامنا شفناها في الصور. وهنا ايضا شايفين على اليمين تحت النساء اللي من كشمير وماذا يحدث فيهم من كشمير، والصورة اللي في الوسط هي طفل في اليمن، والصورة اللي على الشمال هي للنساء من جمهورية أفريقيا الوسطى. ونقول للشباب لا تتحمسوا لباطل الآراء ولا تتعصبوا لرأي يضيق واسعا، ولعصبية من العصبية من عصبيات الجاهلية الأولى التي مقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها: يا معشر المسلمين، الله 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 الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. ده الحديث ده رواه ابن هشام في السيرة النبوية والطبري والبغوي والشوكاني وابن المنذر وغيرهم، وكان هذا حينما وقع الخلاف بين قبيلتين الأوس والخزرج وكاد أن يقتتلا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخلاف الذي كان قائما على العصبية التي قال دعوها فإنها منتنة. أرجع أقول الخاتمة مرة أخرى لأهميتها، نحن نعيش داخل مناخ مجتمعي مبوء بأمراض عديدة هدفها الأساسي إضعاف الدول، نشر الإشاعات والأكاذيب، ظهور دعاء أو مصلحين جدد يغيرون مبادئ الأديان وقيمها ويبرزون قيما جديدة ما أنزل الله بهم سلطان، ازدياد الصراعات المسلحة داخل الوطن الواحد أو بين الدول، تقسيم الأوطان، شرذمة تشتيت المجتمعات والأسر، تغيير الخرائط الجغرافية والمجتمعية للدول والأوطان، ازدياد معاناة لأبناء البشرية في ظل المعاناة من الفقر والجوع والمرض والحرمان. طبعا دي صور تعبر عن هذا. كل هذا من أجل شيء واحد: سرقة مقدرات هذه الشعوب الغافلة. في ذلك الوقت يأتون بعد هذا الجهلة 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 والمغردون ينبني بعض أدعياء الدين ليحرموا حلالا ويحللوا حراما وفق الأهواء السياسية لحكام هذه الدول، ها، والذي كثيرا ما رأيناه حديثا لدى بعض الدول التي كان أدعياء الدين فيها يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهم الآن يبتهجون فرحا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فنقول لهؤلاء جميعا: لن نسمح لكم ولآرائكم ولأهوائكم بأن تكونوا قادرين على تقسيم أوطاننا وشرذمة مجتمعاتنا، لأننا عشنا منذ مئات السنين متحابين متزاورين متآلفين متناسبين ومدافعين عن لحمة وكونة وطن واحد، فلن نترك الخلافات التي تثيرناها فرصة في تمزيق مجتمعاتنا التي عشنا فيها منذ قرون. ونقول للشباب أيضا: لا تتحمسوا لباطل الآراء أو لا تتعصبوا لرأي يضيق واسعا والعصبية كعصبيات الجاهلية الأولى التي مقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. رواه ابن هشام في السيرة النبوية والطبري والبغوي والشوكاني وابن المنذر وغيرهم، وكان هذا حينما وقع الخلاف بين قبيلتي الأوس والخزرج. أنا أشكركم جميعا لحسن استماعكم لي، وأتمنى أن في نهاية هذه الكلمة السريعة التي قلتها أننا لا ننسى هذه القضايا التي ذكرتها وأظهرت بعض الصور لها، من الصين في أقصى الشرق إلى وسط أفريقيا والكونغو الديمقراطية وما يحدث في أمريكا اللاتينية في بعض الدول إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية. Tomorrow إن شاء الله at 6 o'clock UK time, 9 o'clock Mecca time, we'll have the same talk about the celebration of the birthday of Jesus, peace be upon him. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.